الكلمات اللي موجودة عندي دي، مين يقولي نوعها ايه؟ يعني نوع الكلمة ايه؟ اسم ولا صفة ولا حال ولا فعل؟ الكلمات دي strong, careful, happy, dirty, polluted, adjective, صفات. الكلمات دي عارفين ان كل الكلمات دي صفات. كلمة strong قوي، careful, happy, dirty, polluted, fast, difficult, fantastic, dangerous, scary. لازم الاول احدد نوع الكلمة، الكلمة دي فعل ولا الكلمة دي صفة ولا الكلمة دي اسم ولا الكلمة دي حال. ليه؟ عشان لما اجي اكون الجملة، لو انا عندي صفات وعايزه اكون عليها جمله بستخدم فيها ايه؟ معاها ايه؟ فيرب تو بي. يبقى الصفات بستخدم معاها ايه؟ فيرب تو بي. طيب انا عندي الصفات دي وعايزه اكون عليها جمله، يعني مثلا عندي كلمه سترونج، ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول جمله ايه؟ اي ام سترونج. ممكن اقول ايه كمان؟ الجمل قوي. فاكرين الجمل قوي واخدينها في سنه رابعه؟ ها؟ اي ذا كامل. جمل ذا كامل از سترونج. الجمل ايه؟ قوي. طيب كلمة careful حريص، عايزة أكون عليها جملة be careful. be careful، خلوا بالكم جملة be careful ديت جملة، أنا كنت إحنا اتفقنا إن الجملة بتبدأ بإيه؟ بفاعل وبعدين فعل وبعدين تكملة الجملة. خدوا بالكم الجملة دي فيها فاعل؟ ما فيهاش فاعل. طب ليه بقى؟ عشان الجملة دي أمر. الجملة الوحيدة اللي ما بتبدأش بالفعل الجملة الأمرية. لما بقول لحد افتح الباب بقول له ايه؟ open the door. ببدأ بايه؟ ببدأ بالفعل، ما ببدأش بالفعل. يبقى لو صدق ولقينا جملة ما فيش فيها فاعل يبقى الجملة دي أمر. open the door. be careful، خليك حريص. الجملة دي نوعها ايه؟ أمر. يبقى ايه الجملة اللي ما بتبدأش بفاعل؟ الجملة الأمرية. خلاص كده؟ يبقى دي جملة؟ اه جملة. طب ما فيش فيها فاعل ليه؟ عشان هي جملة أمرية. يبقى كلمة بي كيرفول يعني إيه؟ كن حذر. طيب عايزة أقول كن حذر عندما تعبر الشارع، مين يقولها لي؟ ها؟ كن حذر عندما تعبر الشارع. تعالى كده، أول حاجة كن حذر يعني إيه؟ بي كيرفول. عندما يعني إيه؟ وين؟ وين إيه؟ when you cross the road. cross the road يعني ايه؟ يعبر الطريق. be careful when you cross the road. طيب الصفة الثانية happy، ها ممكن اقول ايه؟ I am happy. he is happy. she is happy. the cat is happy. we are happy. you are happy. ها dirty. dirty يعني مبتسم. ممكن اقول مثلا الاوضه بتاعتي مش نظيفه، مين يقولها لي؟ ها غرفه. غرفه يعني ايه؟ غرفتي. غرفه الاول يعني روم. طيب غرفتي انا ماي روم. ها ماي روم از ديرتي. ماي روم از ديرتي. المدرسه مش نظيفه. ماي سكول از ديرتي. الملابس بتاعتي مش نظيفه. My clothes is dirty. فهمنا نعمل جمل ازاي؟ طيب كلمة polluted عايزة جمل على كلمة polluted. في حاجات كتيرة عندنا polluted. ممكن المية تكون polluted، ممكن الهواء يكون polluted، ممكن ايه كمان؟ ها عندنا تلوث الهواء، تلوث، ممكن البحر يكون polluted، ممكن يكون ايه كمان؟ ها الطعام ممكن يكون polluted. ها مين يعمل لي بقى الجمل؟ ها النهر. هتقولي النهر ولا هقول ايه؟ المايه ماشي. ذا ووتر از، برافو عليك. ذا ووتر از بوليوتد. ها ايه كمان؟ ذا ريفر از بوليوتد. ذا اير از بوليوتد. الهواء ملوث. ذا فود از بوليوتد. فهمنا ازاي نعمل الجمل بالادجكتيف؟ فاست سريع. الحيوان اللي سريع أو السيارة. شيتا إز فاست. العربية سريعة. ذا كار إز فاست. أنا سريع. أي أم فاست. ها ديفيكولت عايزة أقول الامتحان صعب، الدرس صعب، الحياة صعبة. ها مين يقول الجمل دي؟ الامتحان يعني إيه؟ إكزام. ها مين هيقول الجملة؟ قول It's difficult. ها قول. الدرس صعب. الدرس يعني ايه اسمه؟
difficult. The lesson is difficult. It's difficult. أيوة الحياة صعبة أنت. Fantastic. يلا مين يقول لي fantastic؟ أي حاجة بقى قدامنا حلوة. ماشي. The juice is fantastic. The food is fantastic. My clothes is fantastic. ها إيه كمان؟ وشو نعم قولي. The cake is fantastic. The park is fantastic. أي حاجة بقى. The إيه؟ The wizard is fantastic. The wizard is fantastic. يلا كلمة dangerous خطير. ما بتبدأي تبليك صح؟ dangerous خطير. ها كنا واخدين كلمة في سنة رابعة التمساح خطير. ها the crocodile is dangerous. الأسد خطير. ها برضو نيجي برضو الحاجات المخيفة السبايدر